وانا ماشي منظم بوحدي، حنا واحد الجنود الخفاء اللي كنسهروا على التظاهره. كنشكرهم هذا المنبر، وكنبغي نوجه الشكر ديالي للسلطات المحليه من ولايه الرباط سالا القنيطره وعماله السخيره التماره ومجلس جماعه سيدي حيا زعير، كذلك الراعي الرسمي بجمعات العمره اللي كيرعاو هذه التظاهره هذه مع مجموعه من الرعاه اللي كاينين معنا اليوم. وهذه التظاهره هي تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى. حنا اليوم في الدوره الخامسه اللي الى كاعلاميين انتم كتتابعوا معنا من الدوره الاولى، حنا وصلنا الدوره الخامسه، يعني كل عام كيكون تحسن. واليوم كان اليوم كان واحد التحسن اللي هو كبير، لان واحد الاحتفال اللي خلانا باش نفكروا بهذه الطريقه، هذا هو النتائج اللي حققتها كره القدم المغربيه في كاس العالم اللي هو نصف النهائي، اللي خلانا اليوم باش نحتفلوا بهم. وكذلك ما نساوش بان يعني العاب القوى حتى هي تبارك الله يعني من الرياضات اللي كتعطي وكتمثل البلاد احسن تمثيل في الالعاب الاولمبيه ولا بطوله العالم، منهم صوفيا البقالي، منهم بلاطي قيدر، يعني عطتنا اسماء اللي كبيره. وحنا اليوم هذا الاحتفال اللي هو احتفال وطني، يعني وهذاك المجهودات كترجع للمجتمع المدني ديال تابسنا اللي شارك معنا اليوم واحتفلوا معنا اليوم بهذه التظاهره هذه الكبيره. يعني شرف كبير لنا نكونوا حاضرين في هذه التظاهره، في هذا الحدث الدولي اللي هو نصف ماراثون تامسنا، اللي الحمد لله يعني كل سنه كيفاجئنا، كل نسخه كتفاجئنا يعني بتحسينات وتغيرات ايجابيه بالنسبه للسنه الفارطه. والحمد لله اليوم اللي تار انتباه ديالي هو التنظيم، يعني تنظيم واحد الشكل اللي هو عالي، وكذلك الصور ديال لاعبي المنتخب الوطني اللي كاينين في يعني في الدخله ديال لاريف ديال السباق، فهذا شيء كبير. ونتمنى ان شاء الله نتمنى هذا الشيء يشرف العاب القوى، يزيد العاب القوى الوطنيه القدام، ونشوفوا العاب القوى كما شفنا كره القدم هذه السنه. ما كنشكر المنابر الاعلاميه على الوجود ديالها في هذا والتغطيه ديال هذا النشاط الرياضي المهم بمدينه تمسنا. اذا اليوم كاينه الدوره الخامسه، كما كتعرفوا ان الدوره الخامسه كاين هناك جديد واشياء جديده بمقارنه مع الدورات السابقه الحمد لله اليوم هذه الدوره عرف تحت المنظر القياسي ديال سباق الاناث، بما هو جد مهم. اليوم هذه الدوره كتعرفوا انه اليوم النشاط داخل في اطار الانشطه ديال الفيدراسيون بلاتيزم انترناسيونال. اذا اليوم دفتر التحملات داخل في هذا الاطار ديال التصنيف ديال هذا العرس الرياضي. اليوم السيمي ماراثون الناسيونال ديال تمسنا ولا كينتظروا الجميع، كينتظروا الساكنه وكينتظروا الناس على خارج مدينه تمسنا. والمميزات ديال هذا العرس هو من الناس اللي كيسهروا عليه هو ساكنه مدينه تمسنا. اذا اليوم هذا جد مهم. واليوم المجموعات العمران دائما مامنه انه التنميه المحليه كتجي الا من الواقع المحلي ومن الساكنه اللي كتقطن الاقطاب الحضاريه والمدن الجديده. لهذا كنعرف انه مساهمه ديال مجموعات العمره من انجاح التظاهره بمشاركه جميع الشركاء المؤسساتيين من السلطات المحليه، من الامن الوطني، من جماعه من الجامعه الوطنيه للالعاب القوى، من جميع المتدخلين. وهنا كنحاولوا باش نعطيو واحد كل دوره نعطيو الجديد، وكنتمنى والله الدوره الجديده تكون الجديد ان شاء الله مفاجات مهمه، ونطلبوا الله يطول الله العمر باش نكونوا حاضرين ان شاء الله في الدورات المقبله ان شاء الله بحول الله. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.